قدر موسيماني يحقق المطلوب ويفوز على سان داونز 2-0 في لقاء يكسب ولا يلعب، خرج فيه بشباك نظيفة قبل لقاء بروتوريا. بعد المباراة اختلفت آراء جماهير الأهلي بين مؤيدين لموسيماني وبين منتقدين لأدائه الفني، لكن في النهاية زي ما قلنا مباريات خروج المغلوب تكسب ولا تلعب في الأساس. بدأ موسيماني الماتش ب 4-2-3-1 بنفس العناصر اللي اعتمد عليها في الديربي. في المقابل سان داونز مع غيرتين بازواني اعتمد على 4-3-3 مع اشراك جيفت موتوبا في مركز المهاجم جنب سيرينو وتشالو لاي. مع بداية الماتش واضح ان موسيماني كان عامل حساب لكل نقطة قوة موجودة عن سان داونز، لدرجة انه ساب الكورة للفريق الجنوب افريقي خاصة في الشوط الثاني. خلال الماتش بالكامل الاهلي مضيعش اي فرص، والفرص اللي جات له سجلها. الاهداف المتوقعة للاهلي خلال المباراة كانت 1.8 هدف، قدر الاهلي يسجل هدفين من لعبتين مع وجود بعض الاخطاء التحكيمية خلال المباراة. موسيماني خلال الماتش قدر انه يقفل كل نقاط قوة سان داونز عن طريق تقريب المساحات والمسافات والدفاع بكل عناصر الفريق ما عدا محمد شريف، بالاضافة الى دور جيد لقفشة ان تواجد قدام كويتزي اللي بيعتمد عليه سان داونز في بناء الهجمات. وده خلى سان داونز يضطر يرجع ماخوليزي لاعب الوسط لورا عشان يبدأ الهجمات، فافقدوا لاعب من لعبة الوسط. اللي قلنا ده اضطر منكوبة انه يغير من مكان سيرينو اكتر من مرة خلال الماتش عشان يوجد حلول، خاصة مع غياب زواني، وده كان واضح في خريطة تحركات سيرينو خلال المباراة اللي بدأ كجناح ايمن، بعدها اتحرك لجناح ايسر، بعدها لاعب وسط متقدم، وبعدها خرجه. سيرينو كان اخطر لاعبي سان داونز ومرر كورتين حسمتين، وكان قرار خروجه قرار خاطئ لان بعد خروجه سان داونز افتقد اهم عناصر خطورته. سان داونز اجمالا كان اخطر من الاهلي خلال المباراة رغم انه مسجلش كورتين رأسيتين، واحدة شالها الشناوي وواحدة شالها القائم، ودي نقطة القوة الوحيدة اللي ما قدرش يوقفها موسيماني. موسيماني رغم انه قدر يوقف نقاط قوة سان داونز لكن ما استغلش نقاط الضعف، خاصة قلب الدفاع لبوسة، واستغلال ناحية الشمال عند سان داونز اللي فيها الباك شمال مديبة ولبوسة انه يلعب كرات في ظهرهم، دي ما قدرش موسيماني يعملها خلال المباراة بالكامل. لكن عشان تقدر تستغل نقاط ضعف سان داونز هتحتاج الأجنحة في 4-2-3-1. حسين الشحات اللي هو كان بيلعب جناح يمين ما قدرش يصنع الفارق، ففي خلال 60 دقيقة بالكامل مرر 12 تمريرة، عرض المراوغات 0، عدل عرضيات 2 والاثنين غلط، عرض تسديدات على مرمى 0، وقطع الكورة مرة واحدة بس. في المقابل جونيور أجاييه اللي نزل 15 دقيقة بس صنع هدف وعمل مراوغة صحيحة وقطع الكورة مرة واحدة، يعني إجمالا أرقام جونيور أجاييه في 15 دقيقة أفضل من أرقام الشحات خلال 60 دقيقة. سان داونز خلال المباراة سدد 9 تسديدات مقابل 7 للأهلي، ركنات سان داونز 7 مقابل 1 بس للأهلي. تراجع الأهلي الشوط الثاني كان زايد جدا من موسيماني، واستحواذ سان داونز على الكورة وصل 70% خلال الترت الأخير من المباراة، لكن قدر إنه يخطف هدف ثاني عن طريق صلاح محسن. أليو ديانج قدم مباراة كبيرة وكان أفضل لاعب الأهلي، صنع هدف لطاهر وكان أكتر لاعب الأهلي قطعا الكرة 22 تدخل دفاعي وعمل 4 مراوغات وكان أكتر لاعب في عدد المراوغات رغم إنه لاعب ارتكاز. السؤال المهم، مع عودة سيمبا زواني في مباراة العودة هل هيلعب موسيماني بنفس الشكل؟ الإجابة بشكل قاطع نعم، لأن موسيماني لعب بالتكتيك ده في القاهرة، فبالطبع هيلعب كده في جنوب أفريقيا لأنه حقق المطلوب في القاهرة.